بقى يا حبايبي ان شاء الله في فيديو جديد جميل قوي هيعجبكم ان شاء الله. هنعمل كوارع بقى بطريقه جميله وحلوه قوي. ماشي، احنا هنا الكوارع يعني ايه هنمسكها هنعملها انا غسلها يعني بطريقه سهله وبسيطه جدا، ولا تدوخي نفسك ولا تتعبي نفسك في غسيل حاجات كتير وبهدل. بتجيبي 3 4 ليمونات ماشي، وتقطعيهم وتعصريهم وتدعكي تدعكيهم يعني ايه تعصريهم جامد، تخلي القشر بتاعهم تدعكيهم في تدعكي القشر بتاعهم وكله كده فيها، وطماطميه ولا طماطميتين حسب الكوارع اللي عندك. تروحي مقطعه الطماطم مقطعها على 2 او 3 يعني، قطعيها وتروحي دعكه بيها الكوارع كويس، هي وملح وليمون الثلاثه دول مش هيخلوا لك الكوارع تحفه جدا، وريحتها ما فيهاش ريحتها تحفه، تبقى ريحتها جميله جدا. تنقعيها لمده 10 دقائق، تسيبيهم لمده 10 دقائق في الميه في الملح والليمون والطماطم لمده 10 دقائق من غير ميه ولا حاجه، بعد ما تدعكيهم كويس قوي في الكوارع. وبعد كده تروحي حاطه بقى عليهم ميه وتسيبيهم برده لمده 10 دقائق تاني، تغسليهم برده تدعكيهم كده فيها وتسيبيهم لمده 10 دقائق في نفس الحاجات، الميه والليمون والملح والايه والطماطم، تسيبيهم كمان 10 دقائق بعد ما تحط عليهم ميه، وتروحي ايه تشطفاهم بقى، وبقت بتبقى فله وريحتها جميله وطعمها زي الفل، طعمها بيبقى حلو قوي قوي لما تيجي تعمليها اي حاجه طيور عندك او اي حاجه لحمه او اي حاجه عايز تغسليها تغسليها بالطريقه دي بتبقى جميله جدا. ماشي، هنعمل بقى مع بعض الكوارع بطريقه سهله وبسيطه قوي. بصي حبايبي دلوقتي انا هنعمل عندي هنا حله على النار ماشي، هنحط فيها حته زبده ماشي او ايه او شويه صغيرين عشان انا او معلقه سمنه بلدي، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه زيت نضاعي زيت يعني يكون من نوع نضيف ماشي، وحته الزبده او سمنه فلاحه ماشي. احنا مش هنسلق بقى الايه الشوربه، احنا مش هنسلقها وبعدين نكب الميه بتاعتها والحاجات دي كلها هتضيع الفايده بتاعتها ماشي. احنا هنعملها بطريقه صحيه وجميله ومفيده. هحط هنا ايه، حطيت الزبده والزيت، حطيت 3 4 وطماطميه وكم ورقه لوري وكم حبات حبهان وشويه بوس الطيب على كبابه طيني ومعلقه فلفل اسود ماشي، نحطهم اهو وخمس فصوص ثوم. وانا عندي بقى العين الثانيه مولعه على النار، الميه على النار ماشي، ريحتها جميله جدا اهو كده. انا حطيت هنا ايه، حطيت ورق لوري وثوم وحبهان ونستيكه وزبده وزيت وجزر وفلفل قرن فلفل ماشي، وفلفل اسود وحبهان وورق لوري وجوز الطيب على كباب الطيب ماشي. دي التوابل والبهارات اللي احنا حطيناها، اللي عايز يغير التوابل ممكن يحط التوابل بس ايده تديك طعم روعه ماشي. بقى ايه الكوارع ماشي، احنا لما بنسلقها الشوربه والرده نصب الشوربه تاني نغير الميه بتاعتها بنضيع فوايد كتير منها، خساره. هي الحاجات اللي جوه ده النخاع اللي جوه الكوارع نفسه ده بينزل منها بيطلع منها خساره في الميه اللي احنا بنصبها، لا احنا عايزين نحتفظ بالفوايد بتاعتها كلها، ايه ناخدها فوايد يعني هي لها فوايد جميله. Thank you.
انا عشان خاطر عندي هنا الحل كبير يعني صغير على الكوارع، ماشي على الاثنين الكوارع، فايه غطيتها بس انا واقفه قدامها عشان خاطر ايه البخار يشغلها وتتعمل كلها مع بعضها، ماشي اهو، وتساعد بسرعه انها ايه تتعمل وتتشوح معايا بسرعه اهو، ماشي. انا خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، بس انا واقفه قدامها وبقلب فيها وانا واقفه قدامها. طبعا ما تغطهاش وتسيبيها وتمشي، يعني لو انت مثلا عندك الحلة ضيقة كده مثلا تعمليها زي ما انا ايه انا بعملها كده اهو، تسيبيها دقيقتين وتروحي معرية ومقلبها تقليبة اهو، ما شاء الله اهي بصوا جميلة ريحتها والله العظيم تحفة تحفة تحفة، جميلة اوي اوي اوي، هتعجبكم اوي ان شاء الله لما هتجربوها بالطريقة دي. والمحلول النقع اللي انا قلت عليه، طريقة النقع والغسيل اللي انا قلت عليها تعملوها بالطريقة دي هتعجبكم اوي اوي، اي حاجة عندكم عايزين تغسلوها بيها تعملوها بنفس الطريقة دي. انا كده خلاص اهي ايه شوحتها كده تمام حلوة، احط عليها ايه المية المغلية، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط بقى الايه المية المغلية، بصوا بقى انا حطيت كده المية مغلية اهي عليها وايه وبرده هيبقى وهخليها بقى ايه بتغلي اهي، ماشي، هنوطي عليها بقى النار ونسيبها بقى ايه، انا محطتش بس اهي، هو الحاجة الوحيدة اللي انا محطتهاش هو الملح، هسيبه بقى لما تقرب تدخل في السوا هحط الملح، ماشي، هسيبها بقى اوطي عليها النار هديها كده وهسيبها ايه لحد ما تستوي وبعدين نرجع نوريكم. وبعدين خلي بالكم لما هي طبعا الكوارع بتغلي في السوا، ماشي، ممكن تحتاج مية عن كده، ماشي، فانا هخلي مية مغلية عندي على طول، لو احتاجت ميه حط لها ميه مغليه، ما تحطلهاش ميه ساقعه وهي على النار عشان خاطر اي حاجه تحط لها ميه ساقعه وهي بتغلي على النار بتاخد معاكي وقت اكبر وممكن ايه يعني تبوظ منك فما تنفعش، ماشي. او خلاص كده هنوطي عليها وهنسيبها بقى على نار هاديه لحد ما تستوي نوريكم بقى الشكل النهائي ليها. وبصوا بقى خلي بالكم بقى لا مش هتظهر ريم ولا اي حاجه من الحاجات دي، يعني لو ظهر ريم هطلعه وهقول لكم ان انا يعني عملت ايه بالظبط، ماشي. بصوا بقى يا حلوين كده اهو، بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهو، بصوا بقى هي دلوقتي اهي ابتدت ايه تدخل في السوا، ماشي، انا دلوقتي بقى ايه بس انا زودتها شويه ميه بس، ماشي، حطيتلهاش اي حاجه غير هو ولا شلت ولا طلع لها ريم ولا اي حاجه خالص، بقت تحفه وزي الفل اهي، بسم الله ما شاء الله احلى واجمل طعم هتدوق في الكوارع وريحتها والله العظيم روعه هتعجبكم جدا جدا. هنحط بقى دلوقتي ايه الملح، ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، الملح بقى ايه اللي انتوا حسب يعني رغبتكم، عايزين ملح بسيط تحطوا على حسب الملح اللي انتوا تحتاجوه، ماشي، انا حطيت معلقه ونص ملح، ماشي، هي ما اخدتش سوا والله العظيم كتير، بصوا يعني هي خلاص يعني تعتبر قربت على السوا اهي، بس انا عايزه اديها هتغلي كمان شويه عشان خاطر ايه اخلي الشوربه برضو يعني تبقى مركزه عن كده شويه، ماشي، بس هي بسم الله ما شاء الله تحفه 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 جميله جدا، ماشي، هنسيبها بقى تكمل سواها وبعدين نوريكم الشكل النهائي ليها. بصوا بقى حلوين اهو، بسم الله ما شاء الله، خلاص هي كده استوت اهي، بسم الله ما شاء الله تحفه جميله، بسم الله ما شاء الله اهي، ماشي، انا خلصتها كده هي تستوت، ماشي، وانا بصراحه للامانه يعني انا دلوقتي عشان الحله ضيقه على الاثنين على الكراعين وكده، انا ايه لما حطيت معلقه ونص ملح، الملح دقت الشوربه، انا قلت لكم هنقص الشوربه شويه، فلقيت الملح يعني ايه يعني محتاجه شويه ميه، الملح زايد شويه فانا زودت كمان شويه ميه وهي كده مظبوطه الملح بتاعها وتمام، ماشي، فانتوا اللي تعملها في حله ضيقه ولا حاجه تخلي بالها من ايه من الملح، والملح بتدوق بقى حسب الرغبه، ماشي، انا دلوقتي هنرفها دلوقتي في الطبق وهي كده تحفه تحفه تحفه، وده حبايبي كده الشكل النهائي ليها اهو، بسم الله ما شاء الله هتعجبكم ان شاء الله، لما هتجربوها جربوها بالطريقه بتاعتي هتعجبكم قوي، ماشي، اتمنى ان شاء الله تعجبكم اللي يعجبه الفيديو بتاع الفيديوهات بتاعتي بالقناه وكده اشترك عندي في القناه واعمل لي لايك وشير، وان شاء الله اتمنى باذن الله هعمل لكم فيديوهات تانية جديده حلوه باذن الله، ماشي، مع السلامه.
موسيقى.